إذن مستمعين اليوم في دوازتين نقترح عليكم حلوة ديال الفرماج اللي كتكون حلوة وملحة واقتصادية في المقادير. غادي نحتاجو لربعة ديال الزبدة 250 غرام ديال الزبدة، 8 ديال الفرماجات من 30، كيس واحد من الفاني، ساشي واحد ديال الفاني، ونص كيلو ديال الطحين فورس من النوع الجيد يكون خاص بالحلويات وكيبقى الطحين على حسب الخليط. ناخدو نص كيلو ونبقاو نخليو وحدنا نشوفو يعني تقريبا على حسب الخليط. وغادي نحتاجو سكر كلاصي كذلك سبيسيال باش نفندو هاد الحلوة. ربعة ديال المقادير كاينين في هاد الحلوة ديال الفرماجة، معروفة وسهلة وبنينة في نفس الوقت. قلنا ربعة ديال الزبدة، 8 ديال الفرماجات من 30، واحد فاني، ونص كيلو ديال طحين فورس من النوع الجيد. وبالنسبة للطريقة سهلة، ناخدو دوك 8 ديال الفرماجات من 30، غادي نخدموهم مع ربعة ديال الزبدة، تكون واحد درجة الحرارة ديال المطبخ رطبة باش دغيا نتحكمو فيها. كنخلطو داك الفرماج مع الزبدة، كنضيفو كيس ديال الفاني وحنا كنخلطو حتى كيتخلط لينا مزيان الفرماج مع الزبدة مع الفاني. ملي كيتخلطو كيتجمعو مع بعضياتهم، ديك الساعة كنبقاو ندخلو الطحين تدريجيا، يعني نص كيلو ديال طحين فورس يكون خاص بالحلويات من النوع الجيد، كنبقاو ندخلو شوية بشوية باش نتحكمو في العجينة، لأنه المكونات قلال، هي الفرماج والزبدة والفاني يعني خفاف، فما ندخلوش الطحين دقة واحدة، وإنما غير بشوية بالتدريج شوية بشوية حتى كنحصلوا على عجينة اللي هي متماسكة ومجموعة ورطبة مرخوفة في نفس الوقت. غادي نعاود، قلنا غادي ناخدو 8 ديال الفرماجات من 30، نخدموهم مع ربعة ديال الزبدة رطبة واخد درجة الحرارة ديال المطبخ، ومع ساشي واحد ديال الفاني. ملي تخدم مزيان داك الفرماج يتحل مع ديك الزبدة مع الفاني، عاد ديك الساعة كنضيفو يعني الطحين تدريجيا شويه بشويه، نبداو ندخلو حفنه بحفنه من النوع الجيد الطحين يكون مغرب مزيان، وكنبقاو ندخلوه. ممكن نضيفو قبيصه ديال الملحه، غير ما نكثروش لانه الفرماج مالح الزبده مالحه، غير واحد طريقه صغيره ديال الملحه. وقلنا كنضيفو الطحين شويه بشويه حتى كنحصلوا على عجينه اللي هي مجموعه متماسكه ومرطبه. عجينه ديال الحلوه كتكون دائما رطبه، ما كتكونش قاصحه. من بعد كناخذوا هاد العجينه وكنشكلوها، كنهزو منها كويرات صغيرين، وكل كويره كنحربلوها بيدينا يعني يعني هكا فوق طبله ولا فوق بوطاجير، حتى كتجينا حريبلات اللي هما طوال على حسب الحجم اللي بغينا، اما نطولوهم كاين اللي كيبغيهم صغار، ومن الافضل نديروهم توسطين، ما نديروهمش صغيورين بزاف باش ما يتحرقوش لنا في الفران. وفي نفس الوقت نحاولوا بحال كيف كنديروا الفقاس، غير هو ما يكونش هذاك الحجم ديال الفقاس، يعني تقريبا نحاولوا ناخذوا هذيك العجينه وناخذوا نشكلوا منها كويرات صغيورين يعني متوسطين شويه في الحجم ديالهم، وكل كويره كنبقاو نحاولوا اننا يعني نديروها على شكل حريبلات. من بعد ملي كنشكلوهم على شكل حريبلات وكنجيونا ملي كنحربلوهم كيبقاو شويه مدورين، كناخذوا غير الطرف ديال الصبعان ديالنا وكنبسطوها هكا من الفوق شويه، ومن بعد كنشكلوها كنقطعوها بالموس على شكل مائل بحال كيف كنقطعوا الفقاس، كتجينا على شكل معين على شكل هكا مائل، يعني كل حريبل كناخذوا كنقطعوه مائل، ثم كنستوهم في لاطا ديال الفران فرشه بورق سلفوريزي على درجه الحراره 180 وكندخلوها للفران. من الافضل انه هاد الحلوه نوقفوا وحدها لانه دغيا كطيب وكتبقى بيضه، ما كتجيش محمره اولا، يعني هذا يعني خاصها تبقى بيضه ودغيا كطيب، لانه المقادير قليله، غير 8 ديال الفرماجات مع ربعه ديال الزبده مع كيس واحد من الفاني كيتخدموا مزيان مع قبيصه ديال الملح، ومن بعد كنبداو ندخلوا الطحين شويه بشويه، كتجمع لينا العجينة كتبقى رطبة ومرخوفة ولكن مجموعة في نفس الوقت. من بعد كناخدوها كنشكلو منها كويرات، وكل كويرة كنحربلوها بحال الفقاس حريبلات، وكنبسطو الفوق ديالها، يعني داك الحريبل ما كيبقاش مدور كنبسطوه شوية غير بالصبعان ديالنا، ومن بعد كنقطعو على شكل مائل كيف كنديرو في الفقاس على شكل معينات، وكنستوهم في لاطات الفران مفرشة بورق سيفوريزي، وكندخلوها للفران سخون من قبل، وكنبقى وحدها حتى كطيب، كتكون هي بيضه كتبقى بيضه بمجرد ما كيتجمع لينا هاد المقادير، يعني كتبقى بيضه وكنخرجوها. ملي كنخرجوها ديك الساعه يعني كنغسلوها، كنحاولوا اننا نغبروها مزيان بالسكر كلاصي من النوع الجيد، يعني ملي غير كتخرج مباشره كنفندوها في السكر كلاصي سبيسيال، وكنقدموها بالصحه والراحه، كتجي لذيذه بزاف اقتصاديه وبنينه، يعني نتمنى انكم تجربوها، واكيد انه بزاف المستمعات جربوها اليوم ذكرنا بها لانه حلوه اللي هي سهله واقتصاديه.